لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. دكتور محمد، بعد التحية أهلا بك أولا ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. ساعات قليلة تفصلنا عن حدث كبير تنظمه الدولة المصرية وتستعد له منذ عام تقريبا، وهذا العام بذلت فيه مصر ما يمكن أن تبذله أي دولة من أجل إنقاذ الكوكب. كيف ترى استضافة مصر لكوب 27 وأيضا الأمال المعلقة في هذه الدورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. لعل إن شاء الله ساعات قليلة ويتم افتتاح أكبر حدث سياسي وفني وعلمي لا علاقة بظاهرة تغير المناخ، نعم، وهو قمة المناخ العالمية أو فيما يسمى بمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية الكوب 27. هذا الحدث يعتبر حدث استثنائي في تاريخ البلدان المضيفة لهذا الحدث، لأن التعامل مع قضية تغير المناخ أصبحت قضية وجودية تمس كل مناحي الحياة على سطح الأرض في أي دولة وفي أي مكان على الخريطة الموجودة. هذا الحدث الكبير نظرا لأهمية القضية وهي قضية تغير المناخ، فهناك 100 أكثر من 197 دولة ممثلين ومشاركين في كل فعاليات المؤتمر على مدار الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر إن شاء الله في مدينة السلام في شرم الشيخ. نعم. مجرد استضافة مصر ورئاستها لهذا المؤتمر ده بيدل على أن مصر استطاعت أن تقود هذا الملف وهو ملف التغيرات المناخية حتى على المستوى الداخلي باقتدار كبير جدا، لدرجة أن يجعل العالم كله يثق في مصر لاستضافة ورئاسة. بالمناسبة الدولة المضيفة هي رئيسة المؤتمر، يعني مصر هي رئيسة 197 دولة اللي هيكونوا مشاركين في هذا المؤتمر. كل العالم يتابع ما يحدثه أو ما تحدثه ظاهرة التغيرات المناخية. يعني دكتور فهيم، هذا يحمل مصر مسؤولية كبيرة أن تستقبل ما يقرب من 40,000 شخص مشاركين في هذا المؤتمر وما يقرب من 197 دولة مشاركين، عدد دول المشاركة. مصر قادرة، نعم، قادرة على أن تنظم مثل هذا الحدث وأكبر من هذا الحدث، سواء على المستوى تأمين كل هذه الوفود، سواء طيب على يعني مستوى أن يخرج المؤتمر يعني بإخراج يليق بمصر، سواء كان على مستوى حتى نتائج المؤتمر في حالة وجود اتفاقيات أو في حالة وجود التحويل، وهو عنوان المؤتمر تحويل التعهدات إلى التزامات على أرض الواقع، نظرا لأن ظاهرة تغير المناخ لم تحتمل أن يتركها العالم أكثر من ذلك. هذا الحدث زي ما قلت لحضرتك هو حدث استثنائي بسبب هذه الظاهرة، وده بيقول بيدي رسائل للداخل قبل الخارج. نعم. ان مصر بلد كبيرة في موضع ثقة العالم كله، والعالم كله هنا مش مجرد الدول المتقدمة او الدول الكبيرة، ولكن حتى على مستوى المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة. هذا المؤتمر يتبع اتفاقية التغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة، وهي المسؤولة، سكرتيرية الأمم المتحدة هي المسؤولة عن تنظيم جزء كبير من هذا المؤتمر. عندما يتم اختيار مصر ويتم الثقة في مصر فهذا يعني كثير للداخل، هذه رسائل مهمة للداخل. على مستوى الأهمية لهذا المؤتمر، مصر مثلها مثل دول كثيرة على سطح الأرض تعاني من هذه المشكلة، مشكلة تغير المناخ، وهي غير مسؤولة أو مسببة لهذه الظاهرة. المسبب هي الدول الصناعية الكبرى اللي قعدت على مدار عشرات السنين تستفيد من تخريب هذا الكوكب، إنها هي اللي بتضخ غازات الاحتباس الحراري، وهي اللي تربحت في اقتصادياتها وفي قوتها كدول اقتصادية. أنا كدولة نامية زي دول أفريقيا وكثير من الدول العالم، إحنا دول بنتأثر فقط، وجاء الوقت أن كل دولة تريد أن تقيم دولة خاصة بيها، وبذلك يجب على الدول الصناعية أن تقوم بالتزام واضح ومكتوب ومنصوص عليه في اتفاقية تطلع من هذا
المؤتمر ان شاء الله. طيب لو تأذن لي يا دكتور محمد ان اسالك مباشره عن استعدادات مصر لاستضافه هذا المؤتمر، وهناك خطه يعني تم وضعها بالكامل من اجل التحول للاقتصاد الاخضر وايضا يعني يكون صديق للبيئه. كيف تقيم هذه التحركات وكيف اصبحت مصر بتلك الخطوات نموذج بيحتذى به في مواجهه التغيرات المناخيه من اجل الالتزامات الموقعه العاتقه؟ بالمناسبه تفضل. الاجراءات التي اتخذتها الدوله المصريه كانت اجراءات مبكره، يعني احنا يعني اجراءات اللي مصر خدتها فيما يخص موضوع تغير المناخ والحد من مشاكله ملوش علاقه باستضافه الكوب ولا له علاقه باختيار مصر انها تكون رئيسه مؤتمر 27، ده كانت اجراءات مبكره وقبل ما نعرف اصلا ان يتم اختيار مصر لهذا الغرض. فمن حوالي 4 سنين او 5 سنوات بدات الدولة المصرية تنظر وبعمق وبقوة وبدقة لموضوع الطاقة الجديدة، حتى ان مصر تعهدت وده تعهد ذاتي ان يكون اكثر من 50% من مصادر الطاقة في مصر بحلول 2030 او 2035 ستكون طاقة نظيفة تعتمد على المصادر الطبيعية للطاقة سواء طاقة شمسية او طاقة رياح. وفعليا في حقول موجودة، اكبر حقل للطاقة الشمسية الموجود في العالم موجود في أسوان، وحقل آخر للطاقة الخاصة بالرياح موجودة في جبال البحر الأحمر. إذا هي إجراءات على الأرض، كل إعادة تأهيل البنية التحتية في الدولة المصرية، طرق ومحاور ومحطات معالجة وإنشاءات، وكل هذه المحاور التي يتم إعادة تأهيلها هي موجهة في المقام الأول للحد من أي مشكلة ستحدث في المستقبل القريب. ومصر بتتبع منهج ابتكاري، وهو منهج الكوست اوف اكشن، يعني منهج ان انا ادفعه دلوقتي افضل 1000 مره من ان انا ادفعه بعدين، لان كل هذه التكاليف اللي مصر دفعتها الان ستدفع اضعاف اضعاف ذلك ولن تؤدي الغرض لو اتاخرنا عليها اكثر من كده. طب لو تأذن لي اخيرا دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ في وزاره الزراعه، كنت اود ان اسالك عن هذا المؤتمر كوب 27 بيأتي استكمالا لاتفاق كيوتو واتفاق باريس، وهي مؤتمرات سابقة من أجل معالجة المشاكل الدولية للتغيرات المناخية اللي طرأت على العالم كله. هل من الممكن التوصيات التي تخرج عن هذا المؤتمر كوب 27 ستنفذ وستكون ملزمة لكافة الدول، خصوصا الدول المنتجة والمنشئة للغازات والمؤثرة أيضا بشكل كبير في التغيرات المناخية؟ المؤتمر 27 نشأ عنه فرصة كبيرة جدا لمصر وللعالم كله، لأن الدول اللي كانت في منأى تماما عن تغيرات المناخ وهي الدول المعتدلة المناخية وهي الدول الصناعية الكبرى، هو ده اللي كان بيخلي التزامها بتعهداتها أقل. أصبحت هذه الدول في وسط المعمعة، أصبحت في وسط الأحداث الخاصة بالتغيرات المناخية الجامحة والعنيفة، فما فيش وقت قدام الدول دي انها تضيع وقت ثاني او تضيع فرص ثاني. فده فرصة كويسة لكوب 27 ان يكون هناك التزام وليس فقط تعهد. وده عنوان بالمناسبة، ده عنوان المؤتمر واللي وضعه مع مصر الأمم المتحدة، يعني ده عنوان تم التوافق عليه ان تكون مؤتمر الالتزامات ويكفي تعهدات حتى هذه اللحظة. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.